السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وسلامة ويوم سعيد على الجميع. اليوم الستوري رقم 100 أو الفيديو رقم 100 لل2022، وإن شاء الله أنه يكون مميز بما أني راح أتكلم عن سيارة مميزة أو سيارة من أهم السيارات اللي شريتها في حياتي واللي لازالت معي إلى اليوم. يمكن تذكرون خلال اليومين الماضية تكلمت عن سيارتين من أهم السيارات اللي مرت علي في حياتي، اللي هي البي ام دبليو الفئة السابعة ال2001 وعشق لها السيارة، وبعدين انتقلت لل2005 الاكس 5 ال4.8 الاي اس، وقلت ان في سيارة صار لها كم سنة نازلة في السوق وكنت حاط عيني عليها بس كان يبغى لها ترتيبات جبارة. اليوم راح تكون الستوري عن هالسيارة، ليش اني نقزت من البي ام الى هالسيارة. معروف على مستوى عشاق السيارات، وحط تحتها مليون خط وكوتيشنز من هنا إلى رمضان السنة الجاية، أي شخص يقول أنه يعشق السيارات إذا ما في حياته سيارة كوبيه معناته أنه ما يعرف شيء عن السيارات. السيارات اللي مريت عليها أمس وقبل أمس كانت سيارات مختلفة عن الكوبيه، ربما في فترة من فترات كانت الفئات الكوبيه فيها صعود ونزول، إلى أن نزل في 2003 سيارة أقدر أقول أنها غيرت المعادلة في عالم سيارات الكوبيه الفخمة والقوية جدا، وطالعة من رحم شركة عمرها أكثر من 100 سنة. لما أتكلم عن سيارة كنت تسوقها 282 حصان، 440 نيوتن متر العزم، بعدين تطلع إلى 360 حصان، 490 نيوتن متر العزم، طموحك يصير أعلى، فتلقى أن في سيارة فيها كل المواصفات اللي أنت بيها وأزود، يعني بدل ما هي 8 سلندر 12 سلندر، والمحرك جبار وتكنولوجيا جديدة، 560 حصان، 650 نيوتن متر العزم، الفخامة، لا يوجد سيارة في ذيك الفترة تنافسها من ناحية الفخامة، من ناحية الشكل، من ناحية الأداء. سيارة يعني أتعبت فراري ولامبورغيني وبورشة، وجمعت فعليا بين المتناقضات، كوبيه وماكينة كبيرة وحجم ضخم ووزن عالي جدا. لما نتكلم عن سيارة الE38 أو الفئة السابعة كانت أقل من 2 طن، بعدين الإكس 5 صار تقريبا 2.25 طن، السيارة هذه صارت فوق 2.5 طن. ولكن لما تجي تتكلم عن الأرقام، أرقامها خرافية، من 0 إلى 100 تقريبا في 5 ثواني، السرعة القصوى تعدي 300 كيلومتر بالراحة، ما يحتاج أنك تروح برمجة وتعدل من هنا وتروح من هنا، لا، تطلع من الوكالة وتروح لك في حلبة مو في الشارع، وتقدر تمشي فيها 300 320 330 وأمورك تمام، طالع وراك على الفراري. ولما تدخل في السيارة تنصدم يعني من كمية الفخامة في المواد الموجودة، لا من ناحية الجلود المستخدمة وريحة الجلود المستخدمة، لا من ناحية نوعية الخشب، لا من ناحية العدادات، لا من ناحية التكنولوجيا اللي موجودة في السيارة، لا من ناحية التصميم الخارجي، لا من ناحية التصميم الداخلي. مهتمين في أدق التفاصيل، يعني حتى الكراسي الخلفية معطينها فخامة تقريبا ما تقل عن الكراسي الأمامية، وأربع مكيفات في سيارة كوبيه، أرقام وشكل ومواصفات ما كان أحد يتكلم عنها في 2003 في 2004 2005 والسنوات هذه. طبعا بيكون السعر عالي، وراح تكون صدمتك الأولى لما تمسك مفتاح السيارة، راح تحس ان وزنه يمكن 0.5 كيلو،
لما تمسك طفاية الأولاعة الزقاير، الله يكافينا وياكم شر الزقاير والتدخين، راح تلقى أن وزنها يمكن ربع كيلو، ماخذة أجزاء بسيطة من اللامبورغيني، أداء يحبس الأنفاس، فخامة، يعني قلت لكم قبل شوي أنها تجمع بين المتناقضات، وجاية من علامة كنا متعودين أنها علامة شياب. السيارة هذه ما صار يشتريها إلا ناس كبار في السن، الآن صار شكل السيارة هذه مستحيل أن واحد كبير في السن أنه يشتريها، وما يقدر يشتريها واحد شباب وما عنده إمكانيات ممتازة أنه يقدر أنه يشتري السيارة هذه. فسيارة المتناقضات اللي هي البنتلي الكونتيننتال الجي تي، يعني حتى مسمى السيارة ينضح بالفخامة، والدبليو 12 ما كانت تنزل ذيك الأيام إلا 12 سلندر، وأنا من عشاق الألوان السماوية، الأزرق الكحلي عندي هذه ما فيها نقاش، أكيد أنها ما هو على كل السيارات، ولكن عندي الرقم واحد الألوان الأزرق. الحمد لله تم امتلاك السيارة، كان سعر هذيك الأيام حول المليون ريال سعودي، وصراحة لما تتكلم على علامة بنتلي وتتكلم على مليون وأقل من المليون يعتبر مستحيل. البنتلي تتكلم على 2 مليون، 2 وشي مليون، وسيارة يعني طويلة وضخمة وكبيرة، ما هي زي الكونتيننتال الجي تي. وصارت هذه سيارة من سيارات العمر اللي فعلا ما أفكر أني أفرط فيها شخصيا وأستخدمها قد ما أقدر. تجربتها مختلفة كليا عن الشيء اللي ممكن أنك تشوفه أو أنك تجربه في مرسيدس أو في بي أم أو في بورشة أو في أودي أو اللي يكون، مميزة من كل النواحي. ومهما ركبت من سيارة فخمة في بالك مقارنة، هل هي زي، هل تنافس، هل تسوى أني أبدل؟ وفعلا تتعب أنك تقول والله تستاهل أني أنا أفرط فيها وراح أشوف غيرها. ودائما في بعض السيارات يكون الجيل الأول هو فعلا الجيل المميز اللي تكون فيه يعني عصارة أفكار المصمم اللي تعب على السيارة هذه. وبما أن هذه الحلقة رقم 100 راح أوقف أني أتكلم عن السيارات اللي أنا امتلكتها، ما هي بآخر سيارة ولا هي بأول سيارة، في وراها سيارات كثير، وكل سيارة شريتها وبعتها لها قصة معاي ولها حكاية. الناس اللي قريبين مني عارفين الأمور هذه، ما أحب أني أتكلم عن كل شيء بحياتي علشان مو حلو أنك تشرح حياتي قدام الناس، ولكن اللي حمسني في اليومين هذه أو الثلاث أيام هذه أني أتكلم عن بعض السيارات اللي أنا امتلكتها، نزول الفئة السابعة اللي صدمت الجميع بتصميمها الخارجي والداخلي، ولا زلت إلى الآن ماني مقتنع 100% هل السيارة هذه جميلة تذكرنا في الاي 38 ولا مجرد فشل جديد زي اللي شفناه من كريس باك. يعطيكم العافية، ثم الله.